بالنسبة لي؟ جوعان. جوعان؟ طب جوعان واحد بياكل بالنسبة ما في معك مصاري تروح تاخذ لك سندويشة شغلة عاملة؟ من وين يا حسرة؟ أنا عامل لي شوية باغة بروح بيعن مشان آخذ حق دواء لأمي. أنا كثير مرضانة وتعبانة. أبوك وينه؟ أبوي؟ أطلق عمري يا بقى مشتغل ما حدا عم يشغلني ما حدا عم يرضى دخلني معمله أول شو أشتغل فيه يمكن صاير عندي فصلة والله صاير ما حدا طيب تعال معي ليك امشي معي ايه يا سعد ايه يا حمو هي اشتريت لك شعبية وكان زين وزبطت امورك هلا بس ضل شغله واحده ايه انك من بكره تنزل لعندي على الشغل تمام تنزل لعندي على المكتب تشتغل بالمكتب معي بالتنظيف لاي شغله تمام تكرم تكرم علي بكره بالساعه 7 الصبح بدي اشوفك عندي اه تكرم انت فاهم ايه تكرم هاي الله يرزقك يا رب اسمع بتداوي يطلع فيهم تمام مش فاهم بس هي كثير معلش موقف من وجه الله بتعطيني بتشتري قلت لي لمك ورقمي عندك بتخبرني شو بصير معك بتخبرني ماشي شبعت؟ ايه الحمد لله الله يرزقك يا رب صحتي يلا بدك شيء بكره بنشوف بعض معلم ماشي واضح الله يعين العباد ما برد ايدك؟ ليك بوز يا زلمه وين جاكيتك؟ شو عم تعمل بالارض؟ انا عاجز ما بحسن امشي شو؟ عاجز؟ طب وين اهلك؟ ليش كيبينك بالشارع؟ لك شو عم تعمل بالشارع؟ لك شو هالاهل؟ معقول عندهم ولد عاجز تاركينه يمشي بالشارع؟ ما في بقلبه الرحمه؟ الحما انا اهلي عمو يا رد عندي اهل وين أبوك وأمك؟ وينهم؟ أبوي وأمي توفوا بالحرب أنا وحيد إلا ما عندي أخوات حسبي الله ونعم الوكيل والله ظلمته الله يرحمه بس الله يرحمه رجعه بصوره الجنة طيب بيت جدك بيت جد بيت أهل أبوك أهل أمك أخوانك عمامك خالاتك عماتك وينهم؟ مالك حدا؟ بيت جدي؟ طبوني وراهم قال نحن ما لنا مسؤولين لك شو صاير بهالدنيا يا الله محول ما بقيان رحمة لك محول استغفر الله العظيم طيب اسمع انت بتخاف مني شيء اذا بدك تساعدني وتطعميني ليش بدي خاف اكيد رح طعميك وشربك ولبسك وحطك بعيوني لسا في الدنيا خير امثالي كثير ان شاء الله رح يساعدوا كثير ناس امثالك شوف يا عمو انا الله ما طعمني ولد صار لي 10 سنين متجوز وما محروم من الولاد فشو رايك اتبناك وتصير ابني حتى لو كنت عاجز بتكفي جزء رب العالمين على وشك يرزقني ويفتح بوشي ويجيني ولد ثاني ما بتعرف شو رايك والله بنبسط كثير الله يخليك ساعدني بخلص من هالبرد بخلص من البرد لك رح ريحك من كل شيء رح ريحك من هالدنيا الحقيرة كلها قوم
مي. خلاص انا جبت لك ليش مود لك ناديلي. انا مليون مره قلت لك ما تتحرك، بتصحني ما تتحرك من عندك. انا جبت لك مي. الو، ايه انا غرفة الشغل. ايه شو مرتي حبلي؟ ماما انت متأكدة ولا بدك تخبطيني؟ صرنا اكتر من 10 سنين وما في شيء. ماما انت متأكدة؟ حبلي جايك رقد. باي أحمد. أنا رح أصير أب. عندك؟ إيه؟ يعني أنا رح يصير عندي أب؟ إيه يا أحمد، رح يصير عندك أخ. الحمد لله يا رب. هذا كله فضل الله وفضلك. الحمد لله يا رب، الحمد لله. ليك أحمد، أنا رح أروح. ليش رح أخذك معي؟ امشي معي، أنت كل الخير وين السعيد.